مستر كوبر فيما يتعلق باختياراته لمباراة تشاد اختار بالفعل 10 أسماء من نادي الزمالك بعد انتهاء مباراة الزمالك والمقاولون العرب. بيطمئن على اللاعبين، يعني حد يقول لي هو مستني يشوف مثلا سين من اللاعبين في المباراة دي هيعمل ايه عشان ياخده؟ اقول لك لا، هو الناس الكبار دول عندهم خبرات كبيرة جدا، بيبقى مكون فكر عام عن اللاعب اللي هو هياخده، لكن بينتظر حتى انتهاء اخر لقاء رسمي له مع ناديه تحسبا لا قدر الله لحدوث اصابة لا اكثر ولا اقل. لكن تميزه او عدم تميزه في اخر مباراة قبل معسكر المنتخب مش هيضيف لفكر كوبر شيء، لان هو مقيمه تقييمه الكامل. فهو اختار 10 لاعبين من نادي الزمالك. احمد الشناوي لحراسة المرمى طبعا، وبعدين اخد احمد توفيق وضم احمد دويدار اللي احنا كنا بنتكلم وبنقول هل يستحق دويدار الان فرصة مع المنتخب؟ بالفعل يستحق فرصة مع المنتخب، هو موجود مفروض عنده رامي ربيعة وعنده احمد حجازي، رامي ربيعة مصاب محتاج لاعب اخر بجوار احمد حجازي، اتصور الاختيار الامثل هيكون هو احمد دويدار. نقول الاسماء مع بعض مرة تانية، احمد الشناوي، احمد توفيق، احمد دويدار، طارق حامد، محمود كهربا، احمد حسن مكي، باسم مرسي، ابراهيم صلاح، وحازم امام. اسماء اللي انا قلتها دي طبعا ادي الجهاز الفني موجود في مباراة الزمالك النهارده، وبص نظرة المساعد بتاعه اللي قدامه عاملة ازاي. يعني هو طبعا الحقيقة جهاز بيشتغل وبيشتغل بمنتهى الإخلاص، وبيحضروا مباريات كثيرة جدا في الدوري. اللي يؤكد لكم ان الناس الخبرة دول المدربين الكبار دول ما بيقفش على مباراة. النهارده هو بيضم ابراهيم صلاح، بالرغم ان ابراهيم صلاح أكتر من 4 مباريات متتالية نادي الزمالك ما بيلعبش، والنهارده لعب في ظل ظروف طرد طارق حامد، ولو ما اطردش ما كانش على الاطلاق يعني هيلعب. وبالتالي هذا هو فكر المديرين الفنيين الكبار. ده بالنسبه لابراهيم صلاح. اخذ باسم مرسي، بالرغم ان باسم مرسي النهارده تم تغييره مع مطلع الشوط الثاني، وبرغم ان باسم مرسي 4 مباريات في الدوري العام لا يسجل اهداف، لكن هو شايفه ان هو اللاعب المرموق المهاجم الهداف اللي عنده. مساله ان هو ما هوش محظوظ مع نادي هذه الفتره ما هياش مشكله على الاطلاق، واحنا يمكن اتكلمنا في الكلام ده في الاستوديو وقلنا انه باسم مرسي بيفتقد الان في نادي الزمالك العرضيات. يعني لما كان بيلعب مثلا عمر جابر وحازم امام في اليمين، كان واحد منهم دايما بيصل الى التلت الاخير من الملعب وبيلعب الاوفرات العكسيه. حماده طلبه لما كان بيلعب بالرغم ان هو لا يجيد بالشمال، لكن كان بيوصل للتلت الهجومي الايسر، وكانت بتتلعب كور من ناحيه الشمال. النهارده اللاعب محمد عادل جمعه الحقيقه لا يصل الى التلت الاخير من الملعب، لاعب واعد وجيد لكن ما تحسش بالنضج الكامل في التلت الهجومي على الاطلاق. وبالتالي افتقد باسم مرسي اللمسه العرضيه اللي هو كان معظم اهدافه بتيجي من خلال هذه العرضيات. اضف الى هذا زي ما قلنا وشرحنا في الاستوديو التحليلي، كهربا ومهاراته الخاصه جدا بتجعله يميل اكثر الى المراوغه والاقتحام والاعتماد على نفسه اكثر من ان هو يعمل دويتو مع راس الحربه. ومن ثم ايضا افتقد باسم مرسي هذا الامر لانه ما بيجلوش تمويل حقيقي من اللي نعتبره المهاجم الثاني اللي هو التسعة ونص اللي هو كهربا. ده اعتقد من الاسباب، بالاضافه لانه اي مهاجم في الدنيا بيبقى عنده وقت ما هوش محظوظ على المرمى، ده بيحصل. كوبر كل هذه الامور يعني ما اوجدهاش في ذهنه على الاطلاق في اختياراته. احمد حسن مكي شارك النهارده واحرز هدف، لكن مش عشان الهدف ده ايضا اختاره كوبر، ولكن لان هو لاعب عنده في المنتخب ولاعب قديم ويعرف امكانياته وقدراته. احمد توفيق غايب عن نادي الزمالك اديله فتره 4-5 ماتشات، مصاب ما بيلعبش، النهارده يا دوبك في الاحتياطي ولم يشترك، ولكن ايضا يعلم قدراته. يعني باختصار
حبيت من الحوار ده اوصل لكم ان لما يجي الكوتش بتاع المنتخب يقول انا هختار لعيبه الزمالك بعد مباراه الزمالك الاخيره في الدوري، ده مش معناه ان هو بيشوفه في المباراه دي. بكره في باذن الله مباراه هامه جدا، مصر المقاصه مع النادي الاهلي. ايضا كوبر هيختار لعيبه الاهلي بكره بعد المباراه فقط لا غير، لسبب واحد انه تحسبا لا قدر الله ان تحدث اصابه. اتصور ربما بنسبه كبيره جدا عمرو جمال يكون ضمن اختيارات مستر كوبر غدا، لانه عمرو جمال لعيب مهم جدا جدا جدا، ومهاجمي المنتخب لن يخرجوا عن باسم مرسي، واعتقد اكيد هيستدعي احمد كوكا، احمد حسن كوكا، وبالتالي ما فيش مهاجم ثالث موجود اعتقد في المنتخب غير دول. فاذا عمرو جمال اتصور ان هو هيجد مكان مع المنتخب، وربما تكون بدايه انطلاقه عمرو جمال، لان دي في النهايه كره قدم بيبقى فيها يا جماعه نسبه كبيره جدا من الحظ، ان ممكن لاعب في لحظه ما او في وقت ما هو بعيد تماما عن الصوره، ولكن في لحظه ما يدخل الصوره ويتربع جوه الصوره. فربما يكون لعمرو جمال دور في مباراه شاد القادمه، ومن ثم يفرض نفسه على المنتخب، وبالتالي مؤكد يفرض نفسه ايضا على مديره الفني في نادي. لكن احنا يهمنا هنا واحنا بنتكلم عن منتخب مصر. مين ايضا من النادي الاهلي هينضم؟ طبعا ده سابق لاوانه، لما ان شاء الله تنتهي مباراه الغد هنتاكد من الامر. ولكن خلينا اقول لكم بكره